طيب استاذ محمد منين؟ اتفضل استاذ محمد. ايوه استاذ سامح، اهلا بك واهلا باهالينا في اسوان. تسلم الله يخليك يا استاذ سامح. اتفضل. احنا عندنا مشكله في الصرف المغطى عندنا، معمول من سنتين واتلفوا عندنا القصب، لحد دلوقتي التعويضات ما حدش صرف. الصرف المغطى في اسوان معمول من سنتين فانتم لكم تعويضات. ايوه. يعني المشكله مش في الصرف ان هو مكتوم او ان هو لا الصرف كويس. المشكله ان هم اقتطعوا جزء من الارض فانتوا لا بتاخدوا تعويضات. بالظبط كده. طيب سالت اخر مره في هيئه الصرف امتى؟ في اداره الصرف. دايما بنسال يا باشمهندس. قال لك ايه في اداره الصرف؟ في ناس صرفت من بعد الاتلافات بحوالي يمكن 7-8 شهور. ايوه. واحنا المناطق بتاعتنا لحد دلوقتي ما حدش سال. هو قال لك ليكوا حق ورقكم موجود ولا في مشكله في الورق؟ قالوا عملوا فيه ذكرت وكده لحد دلوقتي ما حدش صرف. طيب احنا هنسال بالظبط، انت بتتكلم بقى الصرف المغطى ده فين في اسوان؟ في اسوان على مصر في يدفو في الغنيميه مصرف الحاجر. في الحاجر. مصرف الحاجر. حاضر. تسلم يا استاذ. عناية يا حاج محمد. هنتابع لك مع اداره الصرف. هو كان في تنفيذ للصرف المغطى، ففي بعض اماكن بيستقطع جزء من الارض او بيبقى في ازاله لبعض المحاصيل فبيصرفوا تعويضات، بيقول لي في جزء صرف بعد المشروع ب7-8 شهور واحنا من سنتين ما صرفناش. فهنتابع استاذه فاطمه واستاذ عزيز لو سمحت مع اداره الصرف المغطى ونشوف الناس دي ما صرفتش ليه، في مشكله في اوراقها، من حقهم ولا مش من حقهم ان هم يصرفوا، نرد عليهم يعني نعرف الموضوع بتاعهم اخباره ايه.